العربية في أصل الأجيال، لهدف تحقيق العدالة ما بين الأطراف المتنازعة في وقت يسير وسريع من أجل فض الخصومة القضائية. النجاح القضائية إذن تتضمن آلية وغاية. تتحدث الأولى أي الآلية في الأسلوب، في الأسلوب المبرر والسريع للخطوات القانونية للوصول إلى النتيجة التي يرغب إليها الأطراف وهي الغاية المنشودة، وهي إنهاء الخصومة في مع ضمان حقوق ومصالح الأطراف المتنازعة. وإذا ما أجرينا تطبيقا بسيطا لهذه المقتضيات السابقة المتعلقة بالنجاعة القضائية على واقع الحال في المحاكم العدالة، نلاحظ أن هناك نوع من التذبذب في تطبيق أو تفعيل ما اصطلحنا عنه بالنجاعة القضائية التي تأخذ عدة أشكال والصور داخل المحاكم العدلية بتعدد الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع. وحتى لا نخرج عن الفحوى داخلتنا المعنونة بإشكاليات التبديع وتأثيرها على النجاعة القضائية، نلاحظ بطء البت في القضايا واتساع الهوى أو الفارق ما بين القضايا المسجلة في المحاكم والقضايا التي تحت فيها أو صدرت فيها أحكام، بفعل تعثر إجراء جد مهم ومحوري وأساسي الذي هو على أساسه تحرك الدعوة أو الخصومة ليود القادمة بين الأطراف المتنازعة. هذا المحور الأساسي هو التبديل أو إجراء التبديل الذي يعرف نوعا من التعثر وعدم الفعالية نتيجة عدة عوامل، منها ما هو متعلق بعوامل خارجية إن شئنا، ومنها ما هو متعلق بعوامل داخلية. وبذكر التبديل وفي إطار ربطه بالنجاعة القضائية تبرز أهمية دور المفوض القضائي. هذا المفوض الذي أناط به المشرع عدة مهام أو أناطه أو أعطاه عدة اختصاصات، وخاصة اختصاص التبديل وفق مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 83 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. وحسب مقتضيات هذا القانون المنظم للجنة، نلاحظ أن المشرع منح المفوض القضائي مجموعة من الصلاحيات القانونية لممارسة اختصاصه، وبالتالي فهم يسهمون في تحقيق النجاعة القضائية، غير أن هذه الصلاحيات أو المهام تشوبها عدة إخلالات، سواء من حيث عدم كفايتها أو من حيث عدم استغلالها بشكل إيجابي في تحقيق النجاعة القضائية. فإلى أي حد يمكن اعتبار المفوض القضائي فاعلا إيجابيا في تحقيق العدالة؟ من خلال تحقيق النجاعة القضائية، ومن ثم تحقيق النجاعة القضائية، وما هي الإشكالات التي تعترض في سبيل تحقيقه من العدالة من خلال مكنة التبديل؟ هذا اليوم الدراسي وفي إنجازه ومشاركتي في هذا اليوم ستكون عبارة عن مداخلة بعنوان المفوض القضائي وحوادث الاستثمار. الاستثمار الذي يعد من مظاهر العولمة القانونية، الاستثمار الذي يعد آلية للتنمية التي تسعى كل الدول إلى جذبه إلى أوطانها. ما بدأت فيها كل الدول أن تضع ما يسمى بالضمانات القانونية والاقتصادية والسياسية لجذبه على أراضيها. هذه الضمانات التي يتم وضعها في مفهوم الاستثماري هو مفهوم مناخ الاستثمار. مناخ الاستثمار الذي كان لزاما علينا أن نضع تحديدا لمفهومه حتى نفهمه، وبناء عليه سنقوم باستمرار العلاقة بين القسمين المشكلين لعنوان المحاضرة أو المداخلة، هي المفوض القضائي من جهة والاستثمار من جهة ثانية. جاء في تقرير
حول مناخ الاستثمار في الدول العربية سنة 2012 والصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والائتمان الصادرات، أن مناخ الاستثمار هو مجمل الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية والقانونية التي يمكن أن تؤثر في قرار المستثمر وفي فرص نجاح المشروع الاستثماري في دولة أو في قطاع معين. وتعد هذه الأوضاع والظروف عناصر متداخلة تؤثر وتتأثر فيما بينها، ومعظمها عناصر متغيرة ومتفائلة تفضي إلى مناخ استثماري حافز أو معيب لرأس المال. إذا مناخ الاستثمار يؤثر بالسلبي والإيجابي، فإن كان إيجابيا حمد المستثمر، إذا كان سلبيا أعاق المستثمر على أن يأتي برأس المال الاستثماري فوق هذه الأرض التي لم تحسن مناخها الاستثماري. مناخ الاستثمار سأت إليه المملكة ودعا إليه جلالة الملك في مجموعة من الرسائل دائما وطلبا لدخول رأس المال حتى نحقق ما يسمى التنمية بشتى مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية حتى مصطلح التنمية المستدامة. الآن نريد قبل الدخول في طرح الإشكالية أن نبرز العلاقة بين المستثمر وبين دخول القرار. كان لزاما علينا أن نطلع على مكونات مناخ الاستثمار. هذا المناخ له مكونات، عندنا مكونات أساسية لا يمكن الخروج عنها في أي دولة رغم أن النموذج الذي بين أيدينا والذي نستعرضه هو متعلق بالدول العربية. أول مناخ، أول مكون هو المكون السياسي لا يهمنا في الموضوع. المكون الثاني هو مكون اقتصادي واجتماعي لا يهمنا في الموضوع. المكون الثالث وهو المرتبط بموضوعنا وهو المكون المتعلق بما هو تنظيمي ومؤسسي وتشريعي. عرفته هذه المنظمة التي أشرنا إليها سابقا بأنه يتعلق بمدى ملائمة التشريعات والإجراءات للاستثمار وبالتغيرات التي تطرأ على آليات تأسيس المشاريع واستخراج تراخيص البناء وتفصيل مرافقه وكذلك تسجيل الملكية العقارية والحصول على المعلومات الائتمانية وآليات توظيف العاملين والاستغناء عنهم ومرونة دفع الضرائب وسهولة التجارة عبر الحدود والالتزام بنفاذ العقود التجارية وآليات حماية المستثمر والإفصاح عن البيانات والقوائم المالية للشركات وسهولة خروج المستثمر من السوق وتسقيط نشاطه وإغلاق مشروعه في حالة فشل وسهولة خروج المستثمر واستقلال القضاء ونزاهته وسرعة بثه في نزاعات القضاء. هذا المقصد الأخير هو الذي يكشف لنا العلاقة بين المستثمر والمفوض القضائي، أي أن المفوض القضائي والمستثمر داخل في هذا المكون ومكون الاستثمار على أن المستثمر لا يأتي لبلد ولا لوطن ولا لأي مكان إلا إذا وجد قضاء نزيها مستقلا سريعا في البت وتنفيذ الأحكام القضائية. الآن إذا كنا قد أبرزنا العلاقة وأن الموضوع أو العنوان ليس له علاقة بين طرفين بل هناك علاقة ثابتة بالأثر التأثير بالإيجابي والسلبي. الآن تقوم إشكالية المداخلة وهي تتمثل هل المفوض القضائي حافز أم عائق أمام الاستثمار والمستثمر في المغرب. الآن حينما استنبطنا الدليل في العلاقة بين المفوض القضائي والاستثمار أدرجنا على أنها متعلقة بالقضاء، وجب علينا في أول نقطة ونبدأ إلى التصميم أن أول نقطة نتناولها هي علاقة القضاء بالاستثمار، ثم نتناول في النقطة الثانية تحسين أداء القضائي ومساعدة المفوض القضائي أي ضمن المفوض القضائي في تحفيز هذا المستثمر. إذا تكلمنا
الاستثمار. هي علاقة واسعة ومتشعبة تشمل